صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في كتب تفسير الأحلام؟ كيف تسمى لنا شيء ونشوف تفسير آيات الأحكام؟ قصده القرطبي هذا تفسير آيات الأحكام، وابن جرير فيها تفسير آيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام مخصص للجصاص الحنفي، تفسير آيات الأحكام لابن العربي المالكي. نعم، فهناك تفسير لآيات الأحكام ضمن التفاسير، وهناك تفسير لآيات الأحكام في مؤلفات مستقلة. نعم.